اللعبة خلال السنوات الماضية عبر قنوات الكاس. اليوم أساسيا في هذا اللقاء بعدما سجل في الجولة الماضية، والحديث عن الراوي، العين على ياسين، العين على ياسين، العين على ياسين. أوهو. أمال كل الأمال، وفي اللقطة الماضية مر من أمام أمارو أدرفتي إلى اللاعب اللي هو الكوري الجنوبي جانج هيون سو. عمر إبراهيمي من روى هذه المحاولة واللقطة بعد ذلك. الحديث فقط عن غياب رودريغو في هذا الجانب مكتملة بالنسبة للمدرب البرتغالي بيدرو مارتنز. مدربين برتغاليين من أصل أكبر الحاضرة في هذا الموسم. يأتي صراع هذه القمة ما بين ليوناردو جاردم وبيدرو مارتنز الغرافة والريان. قود أمام الدحيل في الموسم الماضي، كرة تصل إلى ياسين إبراهيمي ثاني هداف بطولة 34 نقطة بفارق الأهداف أمام نادي الغرافة. كرة تصل إلى ياسين إبراهيمي، ينطلق ياسين إبراهيمي، يسدد ياسين إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى كرة جيدة، وواضح أن تركيزه كبجع، وبالتالي ننتظر ما هو قادم بانطلاقة من الجهات اليمنى الآن. المحاولة من فريد بولايا، مرور بشكل مثالي من فريد، لازالت مستمرة وقائمة عرضية ملعوبة مرت من أمام الجميع، وصلت إلى مواطنه ياسين إبراهيمي. ياسين إبراهيمي يسدده. في غاية المثالية إلى مواطنه هنا. الحديث عن اللاعب اللي هو ياسين، وهذه كرة ياسين، هذه كرة ياسين. لا 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 على تنفيذها داخل منطقة الجزاء، راسية ملعوبة قائمة وصلت بالجهات اليمنى عن طريق فريد بولايا. بولايا 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 يلعبها. 2006 في يناير من 2006 كانت آخر مرة انتهت فيها مواجهة. أساسي يبحث عن المرور والتقدم فرجاني، لمسة بعد ذلك وصلت إلى فريد بولايا. أيضا تغطية دفاعية من خالد عمرو يعود بالكرة والمحاولة إلى راسية وإبعاد، تعود مرة أخرى وصلت إلى ياسين. ياسين 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 ياسين، عينك عليه، عينك على ياسين إبراهيمي، عينك على ياسين إبراهيمي، وما يمكن أن يقدمه من متعة وإثارة. أبعدت في التوقيت المناسب، عادت الكرة والمحاولة من جديد لزينب اللي يحقق لقب بطولة الدوري براغا. ثم بعد ذلك نعلم تماما بأنه توجه مع موناكو إلى الدوري الفرنسي ونجح في أن يقتنه همام الأمين. لمسة بعد ذلك تصل إلى ياسين إبراهيمي. ياسين إبراهيمي يتقدم يمر، لكن بعد ذلك تغطية دفاعية وإبعاد. عادت المحاولة، يلعب كرة إلى ياسين إبراهيمي لاعب نادي الريان سابقا. ياسين إبراهيمي، وأي جوهرة تلك التي فرط فيها نادي الريان، أي جوهرة مرمى، ركلة مرمى. 20 وصنع 8 بالمناسبة. أيضا أكرم في قائمة أو في صدارة صناعة للأهداف، صناعة للأهداف. كرة بمحاولة تصل إلى ياسين إبراهيمي داخل منطقة الجزاء. ياسين يبحث عن المرور، يتقدم، يبحث عن العرضية، يلعب الكرة. صورة المطلوبة تحولت في الجانب المقابل، مرتدة وصلت إلى ياسين إبراهيمي. ياسين يبحث عن انطلاقة من الجهة اليسرى، يلعب. حضور رائع جدا لفرجاني من خلال تجربته مع نادي الغرافة. كرة بمحاولة عرضية خطيرة. أوهو. كرة كان ممكن أن يسجل فيها أحمد علاء هدفا. كرة علاء بجو. يستمر أيضا ليوناردو جارد حاليا مواطنة خوزي مورسيا. الفائز من هذا اللقاء سيكون هو أبرز منافس للزعيم. الأخيرة على أن يختتم مبارياته مع نادي الشمال. المرمى يوسف حسن على مقاعد البدلاء، وبالتالي حضور فاوية. عمرو سراج يلعبها إلى فريد بولايا. بولايا الآن سنة أكبر لاعب في هذا الموسم، هذا أمر لا غبار عليه. أكبر لاعب في هذا الموسم الرجل الذي جاء لنادي الريان من بشكتاش قبل 13 سنة من الآن، وبالتحديد في عام 2011، واستمر مع نادي الريان لتسع سنوات. خليفة أبو بكر أمامية خطيرة جدا، وصلت إلى من؟ ياسين إبراهيمي، ياسين إبراهيمي، ياسين إبراهيمي، إلى على 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 على. هي ليلة هف أبو بكر في هذه اللقطة، عطرة تمريرة خليفة عند ياسين، وياسين انطلق ثنائية على. شوف المحاولة، الله عليك يا خليفة.
خليفة أبو بكر، الله عليك يا خليفة أبو بكر، إلى ياسين، ياسين إلى علاء وفي المرمى. لا 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 لا، قد سجل قبل ذلك في مرمى إلى فابريسيو. ملعوبة، المحاولة داخل منطقة الجزاء، مركز بمركز أحمد المنهالي مكان خالد مفتاح، وأيضا خروج اللاعب أحمد الراوي ودخول تميم منصور. أولا وانطلاقة من الجهات اليسرى عن طريق فريد بولايا أمام المنهالي البديل الذي دخل قبل لحظات. بولايا الآن سيطر على كورته، لا زالت مستمرة المحاولة وقائمة.